السلام عليكم. علوم الجزء الأول، الكورس الأول للطلاب الجدد والكورس الأول للمكملين. هسه عندي تلخيص 9، صفحة 9. أنا جاي أجمع لكم الأسئلة الشهرية، جاي أحط لكم إياها بالامتحان الشهري، جاي أجمع لكم إياها. عندنا هنا تعليل، علل. اختلاف، اختلاف خواص المواد الصلبة والسائلة والغازية على الرغم، على الرغم من وجود من وجود جسيمات تسمى الذرات أو الجزيئات. هذا يصير تعليل علل. شنو الجواب؟ هنا الجواب، الجواب اختلاف نوع الجزيئات أولا، بعد وتباعد نوع الجزيئات وتباعدها، هاي أولا. اثنين، طبيعة القوى بين الجزيئات. إذا هنا حصلنا على تعليل. المواد الصلبة، يجيك سؤال، هذه السؤاليات، بماذا تتميز المادة الصلبة؟ هذا جوابه، هذا الجواب. شنو جوابه؟ الحجم والشكل شبيه محدد. إذا الحجم والشكل محدد. اثنين، المسافات البينية صغيرة جدا. هاي شنو هاي؟ اثنين. ثلاثة، قوة جذب كبيرة جدا. كملنا، كملنا مميزات المادة الصلبة. هي مجرد نقطتين، ثلاث نقاط، قصدي ثلاث نقاط. هنا يجيك تعليل علل، هنا يجي علل، علل. لا تتحرك جزيئات المادة في الحالة الصلبة، بل تهتز حول موضع استقرارها. شنو الجواب؟ لوجود قوة جذب. هذا هو الجواب. يقول لك علل، لا تتحرك جزيئات المادة بالحالة الصلبة، ما تتحرك، لكن شنو؟ تهتز، لكن تهتز حول موضع استقرارها، يعني نفس المكان. ليش ما تحرك وليش تهتز؟ لوجود قوة تجاذب بين الجزيئات، لوجود قوة تجاذب بين الجزيئات، الجزيئات. كملك. لهنا فاهمين؟ هاي الأسئلة بالامتحانات الشهرية. أنا جاتكم إياها يعني ملخصة، لكن بصورة ذكية. هسه سؤال، ما هي أنواع المواد الصلبة؟ هن اثنين، بلورية وغير بلورية، بلورية وغير بلورية. زين، كملنا أول سؤال. زين، هسه راح نقول سؤال الأخ، سؤال ثاني، بماذا تختلف المواد الصلبة البلورية مع المواد الصلبة الغير بلورية؟ هسه هنا نسوي مقارنة، مقارنة بين البلورية والغير بلورية. هسه نشوف الحل. جزيئاتها مرتبة وفق نمط محدد ومنتظم. إذا شنو هي؟ مرتبة ومحددة ومنتظمة. هنا أنا شنو؟ شكل عشوائي، يعني غير محدد. شكل عشوائي غير مرتب، يعني غير محدد. بينما هنا أنا البلورية، بين من اسمها بلورية، يعني مرتبة، يعني مرتبة محددة ومنتظمة.
أما الغير بلوري يعني غير مرتبة، يعني شنو عشوائية؟ عشوائية وغير محددة. مثل إيش البلورية؟ الماس والجليد، هالبلورية. الغير بلورية الشمع والمطاط والزجاج. هاي هي المقارنة، هاي طريقة الامتحان. هيك تعطيكم امتحان، ينطوكم هاي الفكرة، يعطيكم تعليل، يعطيكم مميزات، تميز المادة الصلبة، وهنا جاكم تعليل ليش تتحرك ذرات المادة الصلبة في، يعني ما تتحرك لكن تهتز، ليش؟ لوجود قوة تجاذب بين الجزيئات. كذلك هاي ما أنواع المادة الصلبة ذكرناها، وأيضا ذكرنا السؤال منها مقارنة بين المواد الصلبة البلورية والغير بلورية، طلعناها حددناها بالقلم، حددناها بالقلم فقط. هاي كل موضوع، وأسألكم الدعاء والنجاح إن شاء الله.